برنامج استراحة الظهيرة وبفقرة خطار دائما عودناكم يكون معنا ضيف مميز داخل الاستديو، نقدم من خلال هذا الضيف مجموعة من المعلومات المهمة للعديد من الأشخاص اللي بتعاني من بعض المشاكل الصحية، وبالذات مشاكل العمود الفقري وأيضا مشاكل والأمراض اللي ممكن تصيب العمود الفقري، بالإضافة لجراحة العمود الفقري تحديدا بالمنظار. هذا المصطلح اللي عم نسمعه بشكل جديد، أو خلينا نحكي هذا النوع من الجراحة اللي غير متداول بكثرة في عالمنا العربي. اليوم رح نتعرف على تفاصيل عديدة حول هذه الجراحة وبالمنظار تحديدا من ضيفنا داخل الاستديو الدكتور محمد السوس. أهلا وسهلا فيك، وهو أخصائي استشارة جراحة العمود الفقري بالمنظار. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. شكرا جزيلا أختي آيات، وتحياتي لكل العاملين والمشاهدين لقناة سمراء العزيزة. أهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، بداية لما بدنا نحكي جراحة العمود الفقري بالمنظار، إحنا نسمع بجراحة العمود الفقري لكن بالمنظار تحديدا، إيش بتفرق العملية بالمنظار عن باقي العمليات السابقة؟ شكرا أختي آيات. يعني زي ما نعرف، المنظار هو الحقيقة تطبيقاته في الجراحات الأخرى، مثلا في جراحة عمليات إزالة المرارة، وفي عمليات الزائدة الدودية، وفي عمليات قص المعدة المنتشرة جدا حاليا، هو الحقيقة من سنوات طويلة، ولكن تطبيقاته في جراحة العمود الفقري حديثة من عدة سنوات قليلة. فالآن صرنا بنفس نظام المنظار، وهو عبارة عن جهاز قطره صغير جدا، يسمح بالدخول إلى ظهر المريض ومشاهدة الغضروف أو مشاهدة تضيق القناة الشوكية، وبالتالي عمليات الانزلاق الغضروفي أو الديسك وعمليات تضيق القناة الشوكية تتم الآن كلها بشكل فعال وآمن جدا بالمنظار. ممكن نرى في الصورة لو حبيتي، هذا صورة مثلا للمنظار كما نرى في هذا الشكل. هذا هو المنظار، هذا المنظار الخاص في عمليات الديسك، قطره حوالي 7 ملم فقط، يعني وهو أقل من 1 سنتي، وهذا يكون نفس طول الجرح الذي نحتاجه لإجراء هذا النوع من العمليات. جميل. طب دكتور، هذا النوع من العمليات يستطيع أي شخص مصاب، خلينا نحكي بمشاكل في العمود الفقري، أنه يقوم بهذه العملية، ولا هي مختصرة مثلا لحالات معينة أو لسن معين أو لمشاكل معينة بالعمود الفقري؟ سؤال ممتاز. المشاكل الرئيسية التي يمكن إجراءها بالمنظار بشكل فعال وآمن جدا هي مشكلتين رئيسيتين. أولا موضوع الانزلاق الغضروفي أو الديسك أو انفتاق النواة اللبية، وكلها مترادفات لنفس المعنى، أو موضوع توسيع أو تحرير القناة الشوكية المتضيقة، وهو موضوع شائع جدا وقد يحتاج لحلقة منفصلة لأنه منتشر وشائع بعد سن 60 ويسبب مشاكل كثيرة جدا. فموضوع الديسك أو الانزلاق الغضروفي، موضوع توسيع تضيق القناة الشوكية، هذه العمليات الرئيسية، بالإضافة إلى بعض العمليات المتعلقة بالفقرات العنقية وتضيقها والانزلاقات الموجودة فيها. طيب يعني هذا النوع من العمليات إيش بيفرق عن العمليات الجراحية الأخرى؟ يعني احنا دائما بنسمع انه اي شخص بده يعمل عمليه في العمود الفقري هي بتكون من العمليات الخطيره جدا، يعني وخصوصا انه هو مسؤول عن الحركه في جسم الانسان، فانه بيحتاج لظروف معينه بعد العمليه، بيقعد فتره طويله في المستشفى. يعني احنا كنا متعودين في مجتمعاتنا العربيه في هذا النوع من العمليات تحديدا، لكن بالمنظار هي بتختلف تماما، كما كنا بنحكي تحت الهواء في هذا الموضوع العمليات الجراحية السابقة. الفروقات اللي بتختلف عنها، الفرق الرئيسي هو درجة الأبان التي يعطيها المنظار للجراح أثناء إجراء العملية بسبب وضوح الرؤية. المنظار كما نرى، لو حبينا مرة أخرى بهذه الصورة، كما نرى المنظار يدخل إلى ظهر المريض من فتحة صغيرة جدا. العدسة تكون موجودة في نهاية المنظار، هذه العدسة تكون ملاصقة للأنسجة والأربطة والأعصاب الحساسة كما تفضلتي، وبالتالي نستطيع أن نرى كل شيء بوضوح تام. إذن درجة الوضوح تتناسب مع درجة الأمان ودرجة الفعالية وإجراء العملية بشكل آمن جدا. الشيء الآخر، أن كل ما صغر حجم الجرح هناك فائدة عظيمة للمريض، بمعنى أنه تكون الآلام المصاحبة لهذا النوع من العمليات أقل بكثير من العمليات التقليدية التي يتم فيها فتح الظهر مثلا بفتحة 6 سنتي أو 10 سنتي حسب العملية المزمع إجراءها. وكل ما زاد وزن المريض بطبيعة الحال لابد أن يكون الجرح أكبر في العمليات التقليدية حتى يتمكن الجراح من رؤية هذه الأنسجة والأربطة والانزلاقات إلى آخره. فالألم بعد العملية يكون أقل، نسبة الالتهابات تقريبا منعدمة في عمليات المنظار، وهي فعلا تؤول إلى الصفر بكافة الدراسات الموثقة حاليا. نسبة النزيف تكون أقل،
نسبة عدد المرضى الذين يستطيعون مغادرة المستشفى بنفس اليوم. بنفس اليوم ممكن نعم نغادر المريض؟ نعم، 7 إلى 8 أشخاص من كل 10. سواء في تضيق القناة الشوكية أو الانزلاق الغضروفي يمكن للمريض أو المريضة مغادرة المستشفى بنفس اليوم بكل راحة وطمأنينة إن شاء الله تعالى. بالإضافة إلى عودة المريض لحياته الطبيعية، فالمريض مثلا يعمل بشكل مثلا يعمل بعمل مكتبي يستطيع عودة إلى عمله مثلا خلال أسبوعين مقارنة بشهر أو شهرين. المريض اللي مثلا بده يمارس الرياضة بعد عمليات المنظار يمكن بسهولة على 4 أسابيع يرجع إلى الجيم ويمارس مثلا أي نوع من حتى الرياضة. نعم 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 جميل. طيب إيش هي أنواع العمليات اللي بتتم من خلال المنظار؟ يعني مثلا احنا بنسمع بالمشاكل العمود الفقري اغلبها الديسك، لكن في اكيد مشاكل كثير بتصيب بالعمود الفقري. نعم نعم نعم، يعني كما قلنا قبل قليل العمليات الرئيسيه هي عمليات الديسك بانواعه، والديسك هو طبعا يعني عباره عن عنوان يندرج تحته يعني اماكن أكثر محدده من نوع. نعم نعم، في الديسك اللي مثلا الديسك على سبيل المثال نشرح للأخوة والأخوات المشاهدين، هذا جزء من العمود الفقري. نعم نعم، هذه فقرتين، هذه فقرة مثلا نفترض أن الفقرة الرابعة في آخر الظهير، هذه الفقرة الخامسة مثلا. الديسك هو عبارة عن كوشن أو عن وسادة أو مخدة يأتي بين الفقرات. هدف الرئيسي الحقيقة توزيع الوزن من فقرة إلى أخرى، تسهيل الحركة بينهما، نعامله كأنه مفصل ولكنه حقيقة من مادة من الألياف القوية جدا. هذه المادة من الألياف يكون لها حلقة خارجية بالإضافة إلى مادة هلامية داخلية، لبعض الأسباب ونرجح أنها وراثية بالدرجة الأولى يمكن أن تنفتق النواة الداخلية، بمعنى أنها تصير في فتحة بالنسيج الليفي الخارجي، تخرج قطعة من الديسك وتضغط على هذا العصب الأصفر. هذا العصب على سبيل المثال هو الذي يغذي عضلات الرجل ويعطيها الإحساس والأمور العصبية الأخرى، ولذلك هذا هو ما يسبب بعرق النساء اللي هي الكلمة المعروفة الحقيقة يعني. فهو عرق النساء هو عبارة عن ألم كما نعلم جميعا، ألم في الساق أو الساقين مع خدر أو تنميل أو حرارة أو كهرباء أو برودة أو نتلة كما يسميها أخواننا العراقيين، كله بسبب انضغاط هذا الديسك أو العصب عفوا بسبب انزلاق غضروفي في هذه الفقرة. نعم يعني دكتور، في بعض الأحيان بسمع أنه في ناس عندهم ضغط في الفقرات، الضغط يعني بيكون إزالة هاي المادة، كيف يعني بيكون الضغط بالضبط في الفقرات؟ إيش هو يعني أنه الفقرات عم تضغط على بعض فهم عم بيعانوا من ألم؟ نعم، ضغط الفقرات بنقلنا بشكل يعني أوسع إلى تضيق القناة الشوكية. حقيقة القناة الشوكية للعلم والتبسيط هي القناة الخلفية، هي الغضروف يكون بهذا المكان. نعم، فالغضروف في هذا المكان، القناة الشوكية التي يمر فيها الحبل الشوكي وتجمع الأعصاب الرئيسي وهو باللون الأصفر كما نرى أيضا، هذه هي القناة الشوكية. الآن بسبب التقدم في العمر وأحيانا الأسباب وراثية أخرى يحدث تضخم في الأنسجة والأربطة المحيطة بالقناة الشوكية. نعم، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي على الأغلب لا يكون كبير في هذه الحالات، حالات تضيق القناة الشوكية، ولكن تجتمع كل هذه العوامل بحيث أن هذه القناة الشوكية تضيق، فبدأ أن يكون قطرة على سبيل المثال 2 سنتي أو سنتي ونص تصبح 5 ملليمتر أو نصف سنتي. هذا يؤدي إلى الأشخاص اللي عمرهم فوق 60 سنة صعوبة في الوقوف وصعوبة في المشي، فلما يكون جالس زيه وزيك ما عنده أي مشكلة، لما ينام ما عنده أي مشكلة، لكن لما يبدأ بالمشي لعدة خطوات أو الوقوف لعدة دقائق يحدث خدر وتنميل وثقل في الأرجل، لا يستطيع أن يستمر في الوقوف والمشي، يضطر إلى الجلوس دقيقة أو دقيقتين ثم يستمر. هذه هي الأعراض الثابتة لموضوع تضيق القناة الشوكية، وهو الموضوع الثاني الذي يتم إجراؤه بعمليات المنظار بنفتحة سنتيمتر فقط وكحالة يومية أيضا، بمعنى أن المريض يستطيع بعد عدة ساعات أن يذهب إلى البيت إن شاء الله. هذا أجمل شيء أنه فعلا أنه هي بتبسط العملية وخطورتها وأيضا خوف الناس منها. يعني أنا كثير عم بسمع في مجتمعنا في ناس بتعاني من مشاكل في العمود الفقري وتحديدا مشاكل الديسك هي الأكثر انتشارا في مجتمعاتنا، لكن بتخاف تجري عملية جراحية. نعم، بتقول لك نعم، لا أنا بضل على المسكن ولا أجري عملية جراحية، بيخافوا من فكرة انه بحس انه منطقه حساسه في الجسم. نعم، لكن تبسيطها. نعم، من خلال المنظار جدا يعني بيعطي خلينا نحكي تشجيع للناس بانها تقبل على هذا النوع. نعم، من العمليات. نعم، وايضا يعني دكتور اذا بدنا نحكي بموضوع مهم جدا اللي هو موضوع ليش احنا نوصل لمرحله انه احنا نكون في عندنا مشاكل بالعمود الفقري، ذكرت نقطه مهمه اللي هي موضوع وراثه. في ناس يعني مثلا ممكن تكون من باب الوراثه، لكن سلوكيات انت عم تشوفها بمجتمعنا الان خلينا نحكي بتادي وبتفاقم هاي المشاكل في العمود الفقري. نعم،
يعني عشان نكون على بينة من البداية، موضوع تضيق القناة الشوكية اللي هو يحتاج إلى تداخل جراحي في كافة المرضى بنهاية الأمر، موضوع الانزلاق الغضروفي الضاغط على العصب لأسبابه بالدرجة الأولى وراثية، ولكن معظم المرضى الذين يصابوا بالانزلاق الغضروفي وعق النساء اللي شرحناه من دقائق أنا وياك أختي لا يحتاجوا إلى تداخل جراحي لأنه حقيقة يتحسن مع الوقت. فهذا الجزء من هذول المرضى 8 من كل 10 يتحسن مع الوقت برغم أن الآلام تكون شديدة جدا والانزلاق يكون كبير جدا، لكن 8 من كل 10 خلال شهرين إلى 3 شهور من بداية الأعراض يتحسن. ممكن تكون علاجات طبيعية يتحسن بدون تداخل جراحي، أحسنتي، بدون علاج طبيعي وبدون مسكنات، ولكن ألم العصب لا يحتمل. احنا لما نحكي دائما في عرق النساء والناس يعتقدوا انه من النساء، هو ليس له علاقه بالنساء حقيقه، تمام، هو من النسيان لانه ينسي ما سواه من الالم، هيك ورد في الاثر حقيقه. عرق النساء من شدته بدليل على هذا الكلام الالام الاسنان الشديده جدا، هذا الم عصب، والم الانزلاق الغضروفي عرق النساء ضاغط على العصب، فالم الرجل هو الم عصب. يعني كثير يجينا مرضى دكتور انا لا احتمل هذا الالم، اقطع رجلي، تخيلي لاي درجه ممكن يوصل الانسان يعني من شده الالم. هلا برغم شده الالم تقريبا 8 من كل 10 مرضى بمعنى الغالبيه السائقه يتحسن باذن الله خلال شهرين ثلاثه بدون تداخل جراحي اختي، وبدون مسكنات وبدون ابر وبدون علاج طبيعي وبدون مشكله. ممكن طب يتحسن يعني يصغر الانزلاق الخارج من مكانه، محتوى من الماء يقل، الجسم الدفاعات الجسم المضادة للالتهابات، التهابات بمعنى التهيج والمضادة للألم تأخذ دورها الحقيقة، وهذا طبيعي يعني جسمنا يعني سبحان الله جبار بي 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 بقدرة الله تعالى يعني لكن 20% من المرضى، يعني أنا اللي بيجي على عيادتي بشوف كل الناس بعملها عمليات، لأنه إحنا بيجيني جزء من 20%، لما قلنا 80% بيتحسنوا، 20% عدد كبير طبعا ما زال يعني نسبيا، فبنعملهم هذول العمليات بالمنظار زي ما حكينا وهو صحي. يعني هم الأشياء اللي إذا سمحتي لي بعدين نحكي فيها، إنه الآن نجري عمليات الانزلاق الغضروفي والمريض الحقيقة تحت بنج موضعي فقط، نستطيع أن نكلمه أثناء العملية، وهذه طبعا موجودة على اليوتيوب وعملياتنا الحمد لله وناجحة جدا ومعروفة. يعني الوقاية اللي تفضلتي فيها قبل قليل مهم جدا، إنه يعني الإنسان يعتني بنفسه، يعتني بالرياضة اليومية، المشي طبعا لمدة نصف ساعة، يعني في كتب الآن على فوائد المشي ومقالات وفيديوهات صحيح. معروفة يعني فوائد الكثيرة بما يتعلق في المفاصل، فيما يتعلق في آلام الظهر، فيما يتعلق بتجنب الضغط والسكري وتخفيفهم لو كان المريض عنده، فيما يتعلق بتجنب القلق والألزهايمر بس من المشي نص ساعة يوميا. فالمشي مشي علاج رهيب جدا لعدد هائل من المشاكل. الجلوس طبعا، جلوسنا زي ما تفضلتي انت يعني قبل ما نطلع للهواء، يعني جلوسنا خاطئ وجلوسنا دائما يعني بشكل طويل جدا. هذاك اليوم عم بقرأ جملة دكتور مارز توافقني فيها، انه بقول لك اغلب الشعوب العربية تحديدا بالذات رح تعاني من ديسك الرقبة، فقرات الرقبة بسبب استخدامنا للسوشيال ميديا وأيضا التكنولوجيا اللي احنا 24 ساعة هيك راسنا. يعني حتى احنا أغلب وقتنا نظرنا بطريقة خاطئة في انحناء، فهذا الشيء ما بعرف إذا صحيح يعني علميا وطبيا. يقينا أنا الآن يعني أنا إلي بجراحة العمود الفقري 15 عام، هذا عام 16، يعني من 5-6 سنوات يعني بشوف بالعيادة عدد ليس بالقليل من الأطفال. بالضبط، يعني أعمار صغيرة. يعني أنت متى كنت تسمعي أنه الطفل مثلا عمره 12-13 سنة يشكي من الألام في الظهر والهذه وكلها؟ صح. طبعا يعني بنعمل فحوصات ونطمئن بالرنين وإلى آخره، ما في انزلاقات، ما في شيء، ولكن الضعف المزمن الذي يحدث في عضلات الرقبة زي ما تفضلتي وعضلات أسفل الظهر بسبب الجلوس الطويل الخاطئ. وأنا بحكي دائما أنه الجلسة الصحية زي ما أنا وياك تقريبا جالسين مش مريحة الحقيقة، يعني ما بنقدر عليها فترة طويلة، ولذلك ممكن تعدي نص ساعة ساعة، لكن على الأقل نستطيع أن نحدد الفترة الزمنية للجلوس. دائما بنصح المرضى سواء للعمليات أو بدون عمليات أنه لا تعمل أو تستمر بالجلوس أكثر من ساعة، امشي 5 دقائق، اعمل استرتشين دقيقة أو دقيقتين وارجع اقعد كمان ساعة. فهي النصائح يعني كثير مهم على فكرة أنه إحنا ننتبه لهذه الأمور حتى نتجنب فعلا ممكن أنه تكون ندخل بموضوع الجراحة حتى لو بالمنظار. لكن بدي أرجع لموضوع أنه فكرة أنه إحنا مضطرين، يعني الآن للأسف في نسبة كبيرة أنه إحنا عم منشاهدها في مجتمعنا الآن عم بتعاني من مشاكل العمود الفقري والعديد من الأمراض اللي بتظهر في هذا الموضوع.
موضوع العملية بالذات، يعني أنت ذكرت قبل قليل إنه البنج بيكون موضعي، اللي ممكن المريض صاحي. مدة العملية قديش بتستغرق بالغالب بأقصى حالاتها؟ يعني أقل من ساعة، معظم أقل المرضى من ساعة. يعني 40 دقيقة إلى ساعة تقريبا. نعم نعم، وممكن نشوف يعني الجرح ونشوف الديسك الآن وإحنا بنخرجه لو حبيتي يعني. بتعرفي يعني هي إحنا يعني هذه التقنيات الحديثة جدا، يعني وإحنا مسؤولية قدر ما إحنا مهتمين بالمشاهدين والمشاهدات العزيزين علينا يعني. هدفنا إنه تنتشر بين الأطباء يعني. صح الآن طبعا. هذا العلم يعني يتطلب جهد ويتطلب وقت ويتطلب مثابرة ويتطلب استثمار في الوقت والجهد والمال، إنه طبيب إنه يتعلم هذه التقنيات. فإحنا صح. برضو من ناحية التعليم، فالحمد لله عندنا كورس قريب جدا بآخر الشهر إن شاء الله في دبي، أنا سأترأس هذا المؤتمر إن شاء الله الأول في الشرق الأوسط في تعليم جراحة المنظار إن شاء الله تعالى. ما شاء الله. فضروري تنتشر هذه، لما تنتشر إن شاء الله في العراق وتنتشر في كل البلاد العربية والأردن إلى آخرها، وعدد محدود في العالم، إحنا أقل من 1% من الجراحين في العالم هم صحيح. جراحين في المنظار. يعني أنت تخيلي 1% حدا، وهذا ينطبق على أوروبا الغربية وعلى أمريكا. يعني عدد جراحي المنظار أقل من 1% جميل. من يعني مجموع حتى دكتور في الجراحين العمود الأردن الفقري في العالم. مركزكم الوحيد اللي بيعمل العمليات إحنا المنظار. أنا دخلت الحمد لله بسنة 2017، كنا قبلها بعمليات التداخل المحدود، وأنا طلعت على هذه القناة العزيزة وشرحنا عنها قبل يعني عدة سنوات. هي تطور لجراحة التداخل المحدود، وكله طبعا موجود في القنوات وفي الفيديوهات، الفرق بين التداخل المحدود والفرق بين جراحة المنظار التي نتكلم عنها الآن. لكن الحمد لله يعني موضوع تضييق القناة الشوكية فضل أنا الوحيد اللي في الأردن، وهذا طبعا يعني ذو حدين هذا الكلام أو ذو وجهين يعني. إحنا بدنا نكون عدد كبير من الأطباء اللي يقدم هذه التقنية، لأنه بالمستفيد بالنهاية فيها للأمانة والحق هو المريض وليس الطبيب، لأنه هي تعليمها متعب على الطبيب حقيقة، ويعني يعني مجهد بحيث أنه يعني يتمكن منها بنهاية الأمر، ولكن المستفيد هو المريض بسبب الفوائد العديدة. جميل. إذا بدنا نحكي على فائدة، بدي أركز على نقطة كنا نحكي تحت الهواء بموضوع أنه هو الموضوع مش تجميلي، أنه الجرح يكون قليل. نعم. أو أن الوقت مثلا أقصر. خلينا نحكي بالفائدة فعلا اللي ممكن يلاحظها المريض في حال أجرى عملية جراحية بالمنظار أو عملية جراحية عادية في العمود الفقري. نعم نعم. خليني أورجي بعض الصور إذا سمحتي لي. أكيد طبعا. يعني مثلا على سبيل المثال يعني هذه مثلا في بداية العملية على سبيل المثال يعني نعتمد على جهاز الأشعة لتحديد الدقة بدقة شديدة مكان دخول الإبرة التي سيدخل من خلف المنظار. فنلاحظ مثلا هون مثلا الجرح يكون صغير جدا، نعتمد على جهاز الأشعة كما هو باين في الصورة، نبدأ بتدخيل الإبرة بهذا الشكل. جميل. وكله بالمكان الموجود في الغضروف المنزلق الخارجي من مكانه، المكان اللي بيحتاج العملية بالضبط. فقط. نعم نعم نعم. الآن هذه إدخال أسطوانة العمل الخاصة بالمنظار. هذه أسطوانة العمل الخاصة بالمنظار، سأريها الآن بشكل أوضح إن شاء الله. هذه الآن الأسطوانة في داخل العمود الفقري. هذه أسطوانة العمل، هذه قطرها الحقيقة 8 ملم فقط. هذه عملية ديسك أجريناها قبل فترة قصيرة. تمام. وهذا هو المنظار، يعني هذا المنظار زي ما تفضلتي قبل شوي، يعني صغير جدا. تمام. دخل بالأسطوانة اللي ورجيناها قبل قليل. تمام. والمنظر الآن بيشوفه الجراح على الشاشة أمامه هو الغضروف والعصب والانزلاق إلى آخره. تمام. بكل بساطة يعني. نعم مفروض نعم. دائما نعم. إحنا كنا في سبيل المثال هذا العصب الذي يكون مضغوط جدا بالانزلاق، هذه في نهاية العملية بعد ما أزالها. هذه مثلا اللي إحنا نضع مادة ملونة بحيث نميز نسيج الغضروف عن غيره، لكن الآن ها هو العصب بالزاوية هاي اللي العلوية هنا مثلا، نشوف العلوية. الآن أقوم بإزالة الانزلاق الغضروفي الذي يضغط على العصب ملون بالمادة الزرقاء، وبالتالي لونه مختلف كما يبدو هون. لكن هذه هي العملية، كل هذه العملية وكل هذه طبعا شاشة تكون بتقريبا 50 بوصة، لكن حقيقة الجرح بنهاية الأمر لا يتجاوز 7 أو 8 ملم فقط يعني. نسبة هذه مادة الغضروف إذا سمحتي لي أختي آيات، هذه مادة الغضروف زنها من هذا المريض تقريبا، هذا عرضها سنتي ولكن طولها حوالي 8 سنتيمتر، فهذا يصنف أنه ديسك كبير جدا. وهذا هو الجرح، هذا هو الجرح. للأمانة لما يجينا المريض بعد شهر على العيادة أو أسبوعين يعني مرات ما بنشوف الجرح
لأنه صغير جدا الله. يعني هذا الجرح زي ما أنت شايفه يعني هنا هذا هو جدا بسيط. نعم 8 ملليمتر فقط. أحسنتي. نعم نعم نعم. طيب نسبة نجاح العملية بشكل عام بكل الحالات اللي ممكن تنعرض على يعني على خلينا نحكي في المشاكل اللي بتصيب العمل الفقري يعني بكل الأمراض ما بدي أحدد الديسك أي انزلاق أي شيء مثلا في حال تم العلاج بالمنظار بالذات المنظار الجراحة في المنظار نسبة النجاح نعم نسبة النجاح مرتبطة بنوع العملية يعني تمام. ما بنقدر نفرقهم للأمانة يعني مثلا تضيق القناة الشوكية نسبة النجاح بمعنى أن المريض اللي يستطيع أن يمشي فقط مثلا دقيقتين أو أقل أو يقف مثلا دقيقتين أو أقل قبل العملية يستطيع يمشي ساعتين وثلاثة بعد العملية ممتاز تمام. فنسبة المرضى الذين يتحقق فيهم هذه النتيجة بالنهاية حوالي 80-90% من المرضى. عمليات الديسك فيما يتعلق بألم الرجل تتجاوز حوالي 90%. فتسعة من كل 10 مرضى يتحسنوا جدا وتختفي آلام الساق. لكن عندنا موضوع شوي شائك حقيقي ولازم نوضحه، انه لما احنا نحكي مثلا ما نسبه النجاح، احنا الناس تعتقد وما زالت للاسف انه لما احكي انا مثلا عمليه الدس نسبه نجاحها 90% يعتقد المريض ان 90% من الامه سيختفي، انه 70% شو نسبه النجاح او اني اتحسن، تحكي له 60% او 70% او 90% طبعا. يعتقد انه 90% انا راح اصير احسن مما انا لما جيتك يعني على بصير شيء لا يذكر مثلا نعم. الالم نعم، لكن هو مش هيك الواقع. لما نحكي انه نسبه النجاح 90% احنا ان شاء الله بلكي ان شاء الله بحلقه انه نوضح شو مثلا المضاعفات طبعا. المحتمله شو أكيد. المشاكل المحتمله وهي قليله جدا 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 بالمنظار، ولكن ما في شيء ما له نسبه مضاعفات طبعا. حتى لو كانت جميع الاحتمالات ومن حق المريض علينا ومن الامانه العلميه نحكي له انه هذه العمليات ناجحه، ولكن في نسبه مضاعفات صغيره جدا تتعلق بواحد 2-3 نتكلم فيها ان شاء الله. ف 90% للاختصار والتوضيح بمعنى انني اذا اجريت 100 عمليه لشخص عنده انزلاق غضروفي او الاشخاص عندهم انزلاق غضروفي 100 شخص بنفس الانزلاق بنفس الوضع، معناه انه 90% سيتحسن جدا وتختفي الامه، 10 أو 1 من العشرة أو 10 من المئة ستختفي الألام ولكن بدرجة أقل من 90%. يعني سيكون تحسن أو لا سمح الله سيكون مثلا التهاب بسيط أو ستطول فترة التحسن، كلها مضاعفات الحقيقة. لكن الناس دائما تخاف كل ما تحكي كلمة عمود فقري تخاف من الشلل. احنا فضل الله ب 15 سنة ما شفتوا انه مريض مثلا ما يتحرك بعد العملية وما يمشي فضل الله ما شفتوا، وهذا نسبة ضئيلة جدا 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 يعني ممكن مريض بالألف للأمانة يعني وهذول حالة المرضى اللي عندهم تقوسات في الظهر وعندهم الأورام والعياذ بالله وعافينا جميعا وإياكم صحيح. من الأورام يعني هذه الأمور المعقدة اللي تتطلب عمليات بالعشر ساعات، لكن عمليات الانزلاق الغضروفي تضيق القناة الشوكية في المنظار أنا أعتقد أن نسبة الشلل فيها بإذن الله غير وارد تمام أو بنسبة ضئيلة جدا جدا جدا، واحد على آلاف من المرضى اللي تجرى لهم. الالتهابات زي ما حكينا تقول إلى الصفر أيضا يعني فهذه العملية أمينة جدا فعالة جدا وإن شاء الله إنها ناجحة جدا إن شاء الله تعالى. لكن بدي أوقف قبل ما نختم بس على نقطة مهمة اللي هي ذكرت إنه بتختلف النسبة خلينا نحكي بالنجاح من شخص لشخص، إيش المعايير اللي بتحدد لي مثلا إنه هذا الشخص راح تكون إن شاء الله نسبة نجاح عمليته عالية وهذا الشخص ممكن تكون أقل من هذا الشخص؟ سؤال ممتاز أحسنتي. باختصار يعني أنا مثلا بيجيني شخص عمره مثلا 80 سنة وكنا ما نشوف هذه الأعمار حقيقة في العمليات، لكن لما بدأت تنتشر بالأربع خمس سنوات الأخيرة اللي عندهم تضيق القناة الشوكية لما شافوا إنه الحجاج احنا نسميهم الكبار في السن إنه الجرح سنتي بيروح على البيت بنفس اليوم صار في إقبال منهم على العمليات صح. لكن أنا هذول بنحكي لهم مثلا والله مثلا يا أختي مثلا يا خالتي يا عمي إنه تتحسن مثلا بنسبة 60-70%. بحكي لك طب ليش مش أكثر مثلا يا دكتور؟ بتحكي له لأنه بصراحة العمود ما شاء الله خدمك 80 سنة العمود الفقري في تآكل في كل الفقرات، لكن في مثلا الفقره الرابعه والخامسه متضيقه جدا مش عماله تخليك تمشي يا حاج صح. هذه انا بوسع لك اياها من فتحه سنتي زي ما شرحنا او ممكن نخصص حلقه نشرح ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ونجاوب على الاسئله. فاحنا بنعالج هذه الجزئيه اللي تمنعك انك تمشي لكن بنهايه الامر راح يضل العمود الفقري عمره 80 سنه وراح يضل عندك بعض اوجاع الظهر، لكن قدرتك على المشي والوقوف تتحسن جدا. ومعظم الناس تفاجئي انه سعادتهم يعني انا اشوف سعاده الكبار في السن بالعمليات احيانا تفوق سعاده صغار السن بعمليات الدس طبعا يعني النتائج نعم. اذا كانت لانه ما بيمشي لانه ما بيمشي يعني تخيل انسان يعني بعد خطوتين ثلاثه يضطر الى الجلوس على الارض لانه مش رجليه ما بيحملوا، فهذا شيء يعني صح. نفسيا متعب صح. ومؤلم وبحط ضغط عليه نفسي بخوفه من اعتماده على اللي حوله طبعا فهذول لما يصير يمشي ساعه او ساعتين بعد العمليات بيكونوا طبعا ممنونين جدا ويعني والحمد لله والفضل لله اخيرا واولا يعني طبعا اكيد يعني فضل لله وايضا يعني جهودكم تشكر دكتور. يعني هذا الموضوع جدا مهم وبتخيل بهم
شريحة كبيرة من الناس اللي بتتابعنا، لأنه بالذات هاي مشاكل العمود الفقري منتشرة للأسف بكثرة في مجتمعاتنا العربية، سواء بالعراق، في الأردن، في كل الدول العربية منتشرة بكثرة. احنا بنتمنى السلامة للجميع أهم شيء، وإن شاء الله ما حدا بيحتاج لا عمليات ولا بيصيبه أي مشاكل. لكن احنا بنحكي كمان بالنهاية بأنه مو غلط أنه احنا ندور دائما على الحلول الذكية، أنا بسميها في عالمنا أو بعالم الطب الحديث، حلو أنه احنا ندور على النتائج اللي بتكون بالنهاية بتقلل من خطورة الاحتمال اللي ممكن احنا نتعرض له. احنا نتمنى لك التوفيق دكتور، ونتمنى السلامة للجميع. شكرا لك دكتور محمد الصوص، نورتنا لليوم استشاري جراحة العمود الفقري بالمنظار، وشكرا لتواجدك معنا لليوم. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم. شكرا اهلا وسهلا.